أهلا وسهلا بكم لنتابع دروسنا مع دورة الأجهزة الوهمية على لينكس والويندوز. في هذا الدرس نتعرف على كيفية تفعيل مشاركة الملفات بين النظام المضيف والنظام الضيف. في حالتي هنا النظام المضيف هو توزيعة أوبونتو وعموما أي توزيع من توزيعات لينكس، والنظام المضيف هو ويندوز. سأعمل على ويندوز 7 وأيضا الويندوز XP. سأعمل على التطبيق على ويندوز XP لأنه أسرع في الجهاز الوهمي، ونهاية سأريكم أيضا كيفية الوصول للملفات المشتركة من ويندوز 7. إذن نفترض أني أريد مشاركة ملف من ملفاتي الموجود على القرص الصلب الحقيقي على نظامي الحقيقي مع النظام الضيف. نفترض مثلا أني أريد مشاركة ملف Pictures، الصور الموجود في مجلد المنزل، مع النظام المضيف. إذن الطريقة هي أني أقوم بفتح VirtualBox. سأشتغل على نظام الضيف ويندوز هنا، وأذهب إلى Shared Folders، الملفات المشتركة، أو أضغط هنا على Settings، ستظهر لي نفس النافذة، وهنا أختار إضافة ملف جديد عن طريق الضغط هنا على هذه العلامة، علامة زائد. هنا أشير إلى أنه تفعيل أو مشاركة ملفات تتطلب إضافة أو تثبيت إضافة النظام الضيف على برنامج فيرتوال بوكس، وهو ما رأينا في الدرس السابق. إذن هنا أضغط على هذه العلامة Others وأتنقل للملف الذي أريد مشاركته. في حالتي هو ملف Pictures. يمكنني أن أشارك جزء من القرص الصلب كامل، Partition كامل مثلا، باختيارها مثلا من هنا. إذن أنا أعود قلت أني أريد مشاركة ملف Pictures، أفتح. هنا يمكنني أن أغير الاسم الذي أعطيه، أنا سأضعه كما كان. هنا لدينا خيارين Read Only و Auto Mount. Read Only إن أردت أن النظام الضيف يقرأ هذا الملف فقط ولا يغير فيه، لن يكون له إمكانية حذف أو إضافة أو تغيير الملفات الموجودة في هذا الملف. إذا لو كنت أريد ذلك أضع علامة الصح على Read Only. Auto Mount لجعل الملف يفتح بطريقة تلقائية كقارئ من أو ما يسمى بدرايف في ويندوز. مثلا في ويندوز تكون الملفات مقسمة أو أجزاء القرص الصلب مقسمة على C, D, E، فهذا الملف سيكون أيضا له حرف. إذن سأضع علامة التفعيل هنا لنرى الفرق، وأضع علامة Read Only هنا أيضا لنرى الفرق، وأضيف ملف آخر لن أفعل فيه ذاك أو تلك الخيارين. هنا مثلا سأضيف ملف Downloads، افتح، ولن أفعل هذين الخيارين، أضغط OK، أخيرا OK، وأقوم هذه العملية قمت بها والجهاز أو الجهاز الوهمي غير مشغل الآن. أقوم بتشغيله عن طريق الضغط على Start إلى أن يقوم بتفعيل أو ب دخول الجهاز. لن يأخذ وقت طويلا لأن يشتغل على ويندوز XP هنا، فهو أسرع من ويندوز 7 على الجهاز الوهمي على الأقل. إذن أستغل الوقت لأريكم كيفية الوصول للملفات على ويندوز 7. لنفترض أني قمت بنفس العملية في فيرتوال بوكس في جهاز ويندوز 7، أيضا كنت قمت بإضافة ملفين. إذن كيف أقوم بالوصول لهما أو نكمل العمل على ويندوز 7؟ إذا ندخل على كمبيوتر، وإن قمت ب هنا أدخل على كمبيوتر. إذا كنت قمت بتفعيل عملية أو خيار Auto Mount سيتظهر لي الملف على هذا الشكل. كما قلت يضاف على شكل قارئ درايف، يمكنني الدخول لمحتواه بالضغط عليه يمين فقط، بالضغط عليه مرتين فقط، وهنا سأجد محتوى. مثلا هذا هو محتوى ملف Downloads. لو دخلت هنا إلى جهاز أو الجهاز الحقيقي Downloads، فسأجد أنه نفس الملفات موجودة على الملف. كما تلاحظون نفس الملفات، يمكن أن أضيف إليها أو أحذف منها لو كنت لم أفعل خيار Read Only. في حال لم أكن قد فعلت خيار Auto Mount فيجب أن أدخل على Network لأنه لن يضاف كحرف، وهنا سأجد جهاز جديد في Box
SVR ويمكنني الدخول بالضغط يمين وهنا سأجد الملفات المشتركة. لاحظ معي أن Downloads أضيف هنا كحرف أو كقارئ في حين Pictures لم يضاف. إذن هذا على ويندوز 7. لنكمل الآن على ويندوز XP. قد تم أو تم تحميل النظام. ندخل على My Computer. لاحظنا الآن أن Pictures أيضا أضيفت كقارئ يمكن الدخول لها ونفس ملف Pictures الموجود في مجلد المنزل الخاص بي لأني قمت كما قلت قمت بمشاركة هذا الملف. لاحظ معي لو أضفت مجلد جديد هنا سينضاف بطريقة تلقائية إلى ويندوز XP على ما أعتقد. هنا أحدث بالفعل أو أضيف قمت بالتحديث بالذات على F5 في الويندوز 7 نفس الشيء. ودخلت إليه سأجد أن الملف قد أضيف أو الملف هنا. إذن نكمل على ويندوز XP. إذن هذه طريقة لو كنت قد فعلت Auto Mount إذن يضاف بطريقة تلقائية كحرف في My Computer هنا. في حال لم أكن قد فعلت Auto Mount وهو الحال بالنسبة لي ويندوز بالنسبة لي ملف Downloads إذن ندخل على My Network Places. هنا أختار Add Network Place Next. أختار Choose Another Network Locations. هنا أختار Browse Entire Network. هنا VirtualBox Shared Folders. أضغط هنا VirtualBox وهنا سأجد الملفات المشتركة أو المشتركة عن طريق برنامج VirtualBox. هنا Downloads. Okay. Next. هنا يمكنني أن أعطيه اسم كما أريد. أنا أختار أضع أو أدع الاسم الافتراضي. هنا Finish. الآن يمكنني الدخول على ملف Downloads. هذا هو المحتوى الخاص به. أو يمكنني دائما الرجوع إلى My Computer للدخول له مرة أخرى. أضغط فقط على My Network Places وسنجد أنه أضيف هنا Downloads on the box VR وهنا Pictures on the box VR. مع الاختلاف أني كما قلت الملفات التي قمت بتفعيل Auto Mount لها أجدها في My Computer كحرف والتي لم أقم أو جميع الملفات سواء كنت قمت بتفعيل Auto Mount لها أو لا سنجدها في My Network Places بعد إضافتها كما رأينا قبل قليل. أشير إلى نقطة أخيرة قبل نهاية هذا الدرس وأني مثلا لو كنت الآن قمت بتشغيل النظام الوهمي وأردت مشاركة ملف أي بعد تشغيل النظام الوهمي يمكنني أيضا ذلك. إذن أضغط على لكن هناك فرق سأقوم بشرحه الآن. إذن في VirtualBox أختار الجهاز الوهمي أعود لي Shared Folders. هنا أضغط إضافة ملف أتنقل الملف الذي أريد إضافته مثلا لنفترض أني أريد إضافة ملف Videos. أفتح هنا يمكن أن أعطيه اسم. ولاحظ معي أني هنا أنه هنا يضاف خيار جديد Make Permanent أي أجعل مشاركة هذا الملف دائمة يعني حين أقوم بمشاركة ملف والنظام الوهمي قيد التشغيل ستكون هذا الملف سيكون مشارك أو مشترك لفترة محددة فقط وهي فترة اشتغال الجلسة على ذاك النظام أي أني حين أقوم ب إغلاق ويندوز XP النظام الضيف لن في المرة المقبلة لن يبقى ذاك الملف مشتركا سيتم حذفه. إذن لو كنت أردت أو لو كنت أريد أن أجعل مشاركة هذا الملف بصفة دائمة أقوم بالضغط على هذا الخيار Make Permanent فسيبقى مشتركا بصفة دائمة. لو لم أقوم بذلك وضغط OK سينضاف إلى قائمة Transient Folders. إذن هناك نوعين من الملفات المشتركة Machine Folders تكون مشتركة بصفة دائمة و Transient Folders تكون مشتركة بصفة مؤقتة فقط
أي طول الجلسة فقط. إذا أضغط على OK، والآن يمكنني من ويندوز XP، أن لم تضف لأني لم أقم بعملية أوتومات. حتى لو قمت بعملية أوتومات يجب أن أعيد تشغيل ويندوز XP لتنضاف هناك حرف. إذا نفس الطريقة أعود للدخول إليها، Next Next، نختار Enter Networks، هنا سأجد أن الملف فيديوز أضيف. الآن يمكنني الدخول إليه، وهو الملف الموجود أيضا في فيديوز هنا، أضيف إلى قائمة الملفات المشتركة على ويندوز XP. إذا أخيرا أضيف إلى أنه عملية القراءة والكتابة أو صلاحيات القراءة والكتابة، فهي يمكن التحكم بها عن طريق خيار Read All، خيار Read Only. حين أقوم بتفعيل هذا الخيار فلن يمكنني إضافة أي شيء في الملف المشترك، مثلا راح معي هنا في Access. بالنسبة لملف Downloads لدي جميع الصلاحيات، يمكنني أن أقوم بحذف، إضافة وتغيير الملفات المشتركة، في حين في Pictures يمكنني قراءتها فقط Read Only. كتطبيق يمكننا تطبيق على ذلك في Windows XP، هنا Windows XP لو دخلت على Pictures أو على Downloads سيمكنني إضافة ملفات جديدة. New Folder أضعه كما كان، سينضاف بطريقة آلية إلى الملف الخاص بي، وهذا الملف يعني لم أكمل بالفعل، هو هذا الملف يعني لم أكمل كتابة اسمه. في حال لو أردت الدخول إلى Pictures وإضافة ملف جديد، راح معي أني لا يمكنني إضافة أي ملف جديد، فإن الملف محمي لأني قمت بتفعيل Read Only في خيارات مشاركة الملفات. إذن مشاركة الملفات، أعيد كخلاصة، تتطلب تفعيل إضافة الضيف لـ VirtualBox، رأيناها في الدرس المقبل، في الدرس القادم السابق، تكون عن طريق الدخول لـ Devices Install Guest Additions، وهي مرتبطة أو تعتمد على نظام الضيف. طريقة مشاركة ملفات على VirtualBox هي مشابهة مهما كان النظام المضيف، لكن طريقة الوصول إليها في النظام الضيف تختلف على حسب النظام. هنا اختلاف بين أنظمة الويندوز ولينكس. في هذا الدرس رأينا كيفية الوصول إليها عن طريق الويندوز XP وعن طريق الويندوز 7، ويندوز 7. وفي الدروس القادمة إن شاء الله سنرى كيفية الوصول إليها لو كنا نشتغل على توزيع من توزيعات لينكس كنظام ضيف. إذن إلى ذاك الحين نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم. إلى اللقاء.